بنكمل مع بعض بقى آخر جزء من أسئلة الوورد. وصلنا للسؤال 71، جاب لنا كده صفحة الوورد وشغال فيها على جنب الميل ميرج. فبيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك السؤال: add a salutation into the letter، أضيف تحية للخطاب using the Joshua format for the name. واحد يقول لك ايه جوشوا وايه سالوتيشن وايه الكلام الكبير ده؟ كلام سهل جدا، ولو انت كنت ركزت في اللي فات هتحله بسهوله. سالوتيشن يا جماعه معنى ان هو عايز يضيف سالوتيشن، يعني هضيف حاجه جريت اسمها جريتنج لاين. بص كده، لو انت بصيت على السؤال هتلاقي في ادرس بلوك، ده لو انت عايز تحط عنوان، جريتنج لاين لو انت عايز تحط سالوتيشن او جريتنج تحيه اللي هي دير. فاكرين؟ يعني مثلا ايه، لو احنا فتحنا ملف جديد كده ورحنا على الميل ميرج ليترز اند ميلينج اهو، وقلنا له مثلا ليترز ماشي، وقلنا له يوز كارنت دوكيمنت، واختار ال داتا اي داتا بيس كده اللي هم ريسيبينتس ماشي، وقلنا له اوكي. ده كله عايزين بس نوصل للخطوه ايه اللي هي الرابعه. بص كده اهي يا جماعه، هو عايز يضيف سالوتيشن او يضيف تحيه اهو. باجي على الجريتنج لاين اهو، بيجي لي مربع حواري اهو دير. هو عايز ايه بقى؟ بص ارجع سؤال تاني كده، ارجع سؤال تاني، عايز يضيف ايه؟ سالوتيشن يوزنج ذا جوشوا فورمات. طيب اهو دي اهو، وبعدين نشوف جوشوا ديت اهو، ادي يا جماعه جوشوا. واحد يقول ايه جوشوا دي؟ اسم يا جماعه، اسم زي اي اسم، زي احمد محمد زي اي حاجه خلاص. فبحس يقول له عزيزي فلان، اوكي قول له اوكي. بس هي دي جبت السؤال. هتلاقي بص تلاقي كده في الدوكمنت اللي عندك هتلاقي جات لك حاجه اسمها جريتنج لاين. واحد يقول لك لا ده هي اسمها سالوتيشن. هي والله سالوتيشن او جريتنج لاين هي ايه هي. السؤال اللي بعد كده رقم 72 برضه لسه شغالين في الميل ميرج. بيقول لك ايه بقى؟ جو تو ذا نيكست ليتر، يعني روح للخطاب القادم. بص كده، ده في خطاب اهو تو مستر علي ادريس مش عارف ايه ماشي. بص كده عليهم كده هتلاقي ريسيبنت 1، ده المستلم الاولاني للخطاب. طب انا عايز اروح للخطاب التالي، تك عادي شايف دي كده السهمين دول تك عليهم. طب عايز اروح الخطاب السابق البريفيوس، اتك عادي. يبقى حسب ما ايه ما يقول لك، جو تو ذا نيكست ليتر اجي هنا ايه كليك، جو تو ذا بريفيوس ليتر اختار هنا هنا ايه بالكليك. يا جماعه بعد كده السؤال رقم 73 بيقول لك ايه؟ insert an address. زي ما قال لك سؤال قبل كده insert salutation او greeting line، هنا هنحط ايه address تمام in the format Joshua Randall. اهو يا جماعه احنا كده بتاع بتاعنا اهو ماشي اهو، ده greeting line. طب شيلها كده، شيلها، لا هنحط address ايه عنوان اهو. اختار بدل جيتنج لاين اختار الاولانيه اللي هي ادرس بلوك ماشي. بقول لك النمط بتاع جوشوا راندال، دور عليه كده تلاقيه فوق تلاقيه هو ده ماشي، واقول له اوكي اهو. حاجه هحط لك ايه ادرس بلوك، هو ده اللي هو ايه اللي هو عايزه. بعد كده السؤال رقم 74 برضو شغال في اللي هو في الميل ميرج. بيقول لك موف تو ذا فاينل ستيج اوف ذا ميل ميرج، انتقل لاخر خطوه من الميل ميرج. يا جماعه انت لو حفظت هتلاقي ستيب 5 اوف 6، الخطوه الخامسه بسته، عشان تروح للخطوه الاخيره او الفاينل ستيج بيتك على نيكست كومبليت ذا ميرج بس تمام. بعد كده بقى مديك، بص كده ركز قوي في اللي كده، مديك ثلاث مستطيلات كده، مديك ثلاث مستطيلات وجيب لك ثلاث عبارات تحت، داتا دوكومنت، مين دوكومنت، وفروم ليتر. وعايزك توصل يعني تخلي كل واحده تروح ايه للمستطيل بتاعها. طب تعال نشوف كده، داتا دوكومنت اول يا جماعه نشوف داتا دوكومنت ديت، يبقى ده ملف فيه بيانات يعني اسماء اشخاص عناوين الحاجات دي كلها. فهل يا ترى بقى انا واحد في الثلاثه؟ بص كده هتلاقي اول واحد على اليمين اهو، الفيرست نيم والكومباني والادرس 1 والادرس 2 والسيتي والبوست كود، دي كلها داتا. يبقى دي يا جماعه او مستطيل ده ماشي اللي هو على اليمين ده يخص الداتا دوكيمنت. طيب فين بقى المين دوكيمنت، الجواب الاصلي اللي انا بكتبه اهو.
في النص يا جماعه. طب ايه اللي عرفك؟ اهو محطوط فيه كلمات بدون بدون اسماء اي حد ولا عنوان ولا اي حاجه. يبقى ده الايه؟ ده المين دوكمنت. يبقى المين دوكمنت هتروح في النص. تعالى الاخير بقى، بعد ما نضاف للجواب بقى اسم الشخص وعنوانه ومش عارف ايه، بقى ايه؟ بقى لتر، بقى خطاب رايح لواحد. يبقى هو ده يا جماعه اسمه ايه؟ فروم لتر. يبقى ده داتا دوكمنت، ده مين دوكمنت، ده فروم ايه؟ لتر. طيب سؤال بعده كده مشابه ليه تماما، برضه نفس تلات مصادر كده، ومديك داتا سورس ومين دوكمنت وميرج دوكمنت. اول حاجه داتا سورس، اتفقنا ان الداتا اللي فيه البيانات الادريس والحاجات دي. بص كده على اليمين كده، فول نيم، كومباني، ادريس 1، ادريس 2، ادريس 3، سيت. يبقى دي يا جماعه اسمها ايه؟ داتا سورس. يديك داتا سورس او داتا دوكمنت مش هتفرق. طيب تعال بقى ندور على الاثنين دول، المين دوكمنت والميرج دوكمنت. بص ليه في نص كده، هتلاقي هو حط الحاجات دي ادرجها في صفحه. الصفحه دي ايه؟ هي المين دوكمنت. يعني هو ما يعمل ميرج للفيلدز ديت داخل دوكمنت، داخل وثيقه. الوثيقه اللي بيحط فيها دي ايه؟ اسمها مين دوكمنت. يبقى هي يا جماعه المين دوكمنت دي هي اللي في النص. تعال بص الثالثه دي كده، هو حط العناوين وحط كل حاجه وظهرت. يبقى دي يا جماعه الميرجد المدمجه، اللي بنسميها ايه؟ ميرج دوكمنت، الوثيقه المدمجه. السؤال اللي بعد كده، ده تقريبا السؤال الوحيد الاختياري في الوورد. بيقول لك which two of the following statements about proofreading are true؟ اي من الجملتين اللي جايين دول about proofreading. proofreading يا جماعه يعني ايه؟ زي ما يكون تصحيح او المعاينه في المسوده. تخيل انت كده عامل مسوده فيها مطبوعات، وانت بتصحح الحاجات اللي فيها او بتشوفها من بعيد بحيث تشوف الاشكال متناسقه ولا لا. اول يا جماعه ما تشوف كلمه بروف ريدنج وانت مغمض، تختار الجملتين اللي فيهم برنت بريفيو، اللي هي معاينه ما قبل الطباعه، لانها مناسبه تماما للمصطلح بروف ريدنج اللي هو تصحيح المسودات في الطباعه. فهنا بيقول لك ايه؟ برنت بريفيو ليتس يو سي، معاينه ما قبل الطباعه تجعلك ترى. هاو تكست اند جرافيكس، ازاي النص والصور واللوك هتبدو وين برنت، لما تطبع. وبرنت بريفيو انيبلز يو، معاينه ما قبل الطباعه بتمكنك تو تشيك وير بيج، تفحص اي مكان صفحه بريكس الفواصل بين الصفحات وكيور ان دوكيمنت في الوثيقه. اتفقنا يا جماعه؟ اول ما تشوف كلمه بروف ريدنج، ده لو السؤال ده جالك تختار على طول وانت مغمض الاثنين بتوع الايه؟ البرنت بريفيو. السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 78 او 79، مديك كده تو باراجرافس، باراجرافين ماشي. وبقول لك ايه بقى؟ ريموف ذا باراجراف مارك تو ميك، يعني شيل علامه الباراجراف to make paragraph 1 and 2 into single paragraph، عشان تخلي الباراجراف الاولاني والثاني واحد بس، وحط لك المؤشر ان هو يعني عايز يدمج الاثنين يخلوهم باراجراف واحد. هتعمل ايه؟ هتروح جاي من الكيبورد يا جماعه، مختار العلامه اللي هي باك سبيس اللي هي فوق الانتر ماشي، او محط لك المؤشر هنا، تعمل باك سبيس، هتلاحظ ان الباراجراف ده والباراجراف اللي فوقيه بقوا ايه؟ بقوا واحد. تمام؟ تعالى بقى لاخر سؤال عندنا في رموز الاسئله، اهو صفحه وورد عاديه اهيت. وبيقول لك change the default directory، غير المكان الافتراضي for saving or opening documents، غير المكان الافتراضي اللي بتحفظ فيه او تفتح فيه ملفات in this application to the to the docs folder onto the desktop، يعني لملف جديد. يعني ما اجي اقول له مثلا حفظ، ما يحفظش في ماي دوكيومنتس، لا يحفظ لي في فولدر اسمه دوكس وموجود على ديسكتوب. انت فاهم يا جماعه السؤال؟ السؤال بيقول لك اما اجي اقول له سيف او حفظ او اجي افتح ملف، ما يروحش للمكان الافتراضي اللي هو ماي دوكيومنتس، لا يغير المكان ده لفولدر اسمه دوكس على الايه؟ على سطح المكتب. اعملها ازاي دي؟ بص كده، بروح من قائمه تولز، اختار اوبشنز ماشي، ومن اوبشن ديت بختار حاجه اسمها فايل لوكيشنز، مواقع ملفات.
مواقع ملفات اهو فايل تايبس دوكيومنتس. اللوكيشن بتاعها المفروض يحفظ او يفتح منين؟ في ماي دوكيومنتس. باجي اعلم عليه كده واقول له موديفاي، واجي اقول له ايه موديفاي، واروح بقى للفولدر اللي انا عايزه، اروح على الديسكتوب اختار ايه، اختار انا اي ملف انا عايزه، اما اجي اقول له احفظ يحفظ فيه، وليكن مثلا ايه اي سي ال ده، او حسب الملف يديك اسمه، واقول له اوكي. اوكي يا جماعه تعال شوف كده بقى اهو، بدل ما دوكيومنتس اتغيرت اللوكيشن بقى فين بقى؟ بقى على ديسك توب في فولدر اسمه ايه؟ اي سي ال. ماشي يا جماعه. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا اسئله تقريبا هم 80 سؤال. وبالتوفيق ان شاء الله.